بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبيته أجمعين. ثم بعد، بعلم العربي معكم ليعرفوني بالاسم علاء الدين بالعربي الأدم بالعربي. منعوا عليا نستعمل الفيسبوك والتويتر هذه تقريبا سنة على بأسباب المعلومات في الميدان في موضوع المالية والبنوك والعالمية، منعوني يعني. إضافة إلى كان عندي حساب آخر هنا في يوتيوب، طيروه لي، باقي لي غير هذا التالي له باقي لي. سنعطي إن شاء الله معلومات، واللي يحب يتصل بي عشان نعطي له الأدلة مرحبا بهم. اليوم رانا اليوم الحد، اليوم الثاني في سنة 2022، كانون الثاني. نتوكل على بركة الله، بسم الله. بما يخص النظام النقدي اللي الجزائر رفضت تتعامل معاه وتتسلف على الصندوق المالي العالمي، لازم نفهموا انه الصندوق النقد الدولي والاي ام اف المونيتير انترناسيونال ودو وورلد بانك البنك العالمي كلهم تبع بنك روتشيلد. لازم تفهموها هذه، يعني انا عليها لاني قررت اليوم ندير هذا الاعلان وهذه المكالمه عشان نشجع الحكومه الجزائريه لتبقى في هذا الخط وما تتغيرش. يعني هي سهل، ما كانش بلد عملت عقد مع اللي يسموها النظام الدولي تاع البنوك وخرجت بنتيجة يعني إيجابية. ما يوصلنا إلا الدين، نكون مديونين وسنعطيكم إن شاء الله حالتين بالنسبة اللي نفهم شا نطرح الموضوع. نعود مرة أخرى، الموضوع صعب ومعقد وفيه معلومات هادو غير رسمية، هذه المعلومات ما يدرسوهم في الجامعات العالم. يعني تروح لأي جامعة في الغرب ولا مهما كانت، ما يعطوكمش هذه المعلومات. اللي هي ما هي العملة، شتاه هو كيسموه المال، الفلوس اللي نسموه حنا في الجزائر الدراهم. ما فيش فوق الارض، لا يوجد اي جامعه ولا مدرسه تدرس التلاميذ ولا الطلبه على الفهم المالي. يعني مخلينا هذه البنوك العالميه اليهوديه اللي حاكمينهم، وما همش يعني غير راضين ان الناس الشعب يفهم ويطالع على موضوع المالية، وخاصة شو هو الفرق بين العملة الثابتة والحرة والعملة غير ثابتة غير حرة وهي مديونة ومربية، يعني اللي تتعامل بالربا. هادو حالتين اثنين اللي سنتكلم عليهم باش تفهموا شيء غادي يصرى، شيء يمكن يصرى للجزائر بعد ما قررت ان رفضت ان تتسلف على الصندوق العالمي تبع مره اخرى تبع روتشيلد. هما يعني يطبعوا فلوس في الكمبيوتر ولا تاع الكعب مديونه. هذه الفلوس هادو لما يعطوكم مثلا يعطوكم 20 مليار، عرفوا باللي عندكم 20% ترجعوها سنويا على الاقل سنويا. وهما هاد الاموال هادو ما عندهمش علاقه بال كما نقولوا حنا بقوه اقتصاديه فاعله. غادي نفهموا شتا هو الدور تاع الحكومه، شتا هي دوله مستقله وشتا هي دوله تحت سيطره. يعني رانا امام التاريخ، اما نوجه التاريخ ونكذب التاريخ، اما نهايتنا تصل كما صارت في 1830 نرجعوا الى مزبلة التاريخ. وفرنسا
تكتب لنا تاريخنا كما راهم دروك راهم محاكمين الارشيف تاعنا، راهم لازالهم يتحكموا في العمله تبع الجزائر منذ 1991 لما خاضوها، يعني تابع لاسباب الصراع الداخلي السياسي الجزائري. ما غادي انا ما ندخلش في السياسه، غادي نركز على المال والاقتصاد المالي فقط. ولا علينا، عام 91 لما صار المشاكل في الجزائر، بعض من الجزائريين التابعين للحزب فرنسا طلبوا على الاي ام اف يدخل وهو يولي يسير علينا العمله تاعنا والاقتصاد تاعنا، ولهذه رسلوا العمله الجزائريه رسلوها لفرنسا، وفرنسا تمثل هي الان صارت تمثل لا بانك باريباس تمثل العمله الجزائريه امام ذا بانك اوف انجلاند، بنك انجلترا هي اللي تعطي كما نقولوا احنا العالميين اللي تعطي يسموهم دبل اي تريبل اي، شكون اللي عندها قوه، شكون العمله اللي عندها قوه. لهذه الجزائر صرنا في كارثه، رانا في كارثه، يعني صارينا الان لحقنا مثل المانيا بعد الحرب العالميه الاولى، لازم نجيبوا كما نقولوا احنا برويطه تاع دراهم باش نشرو في الخبز. هذه هي اللي راهي صاريه، يعني عملتنا ما عندها ولا قوه اقتصاديه اللي كيسموها غادي ندخلوا في التضخم الانفلاسيون. الانفلاسيون هذه متركزه على عمله مديونه غير ثابته، لو نتغيروها ونكسبوا ونعاودوا نرجعوا العمله تاعنا اللي نحكموا فيها وحنا اللي نحكموها قبل ما كنا عاملين في 91، الوضع الاقتصادي يتغير على طول. على هذا غادي نبدا الموضوع ونقول لكم باللي الجزائر الحكومه راهي بينت راهي على صواب امام، يعني انا اللي يعرفوني يعرفوني اني كان عمي وزير الماليه في الستينات والسبعينات القائد احمد رحمه الله، هو الاول في الرجل السياسي في العالم اللي رفض يتخلى على الدولار وبدله يعني بالذهب. هذه صارت في 67 بعد ما يعني لاحظ انه الكيان الروتشيلدي، انتم تسموه الصهيوني نسموه كيان روتشيلد، الصهيون اسم هذا تسيبوه في المعلقات لما تشوف الديوان والشعر في الجاهليه يحكي على الصهيون، كل قصه بني اسرائيل والصهاينه ويروشلم تسيبوها في المعلقات. اليهوديه حاليا اللي رانا نشوفوا فيها هي اليهوديه متخرجة من الغرب، هي غربية ما عندهاش علاقة باليهودية الأصلية. هذا موضوع آخر، عليها أنا ما عنديش مشكلة نقول صهيون، بس كل الناس تسميهم نسموه الكيان الصهيوني، هيا نبلعوا احنا بين قوسين. الحل النقدي تبع الأزمة الجزائرية المالية، يعني البلد لتكون حرة لازم لها تكون في مرحلتين اثنين. المرحلة الأولى أن هي اللي تتحكم في تتحكم في السياسة الخارجية تاعها، ما فيش بلد أخرى ولا منظمة ولا أي شيء اللي يمكن يسيطر عليها ويقولها كيف تتعاملي مع السياسة الخارجية تاعها. يعني في بالنسبة للحروب ولا الجيش ولا الاقتصاد ولا البيع والشراء، هذه الاولى. الجزائر لحقت لهذا الدرجه منذ 62 ما فيش اعلانيا يعني بلد اخرى تتحكم عليها وتقول لها يعني كيف تتعاملي، في الاقل ما ندخلوش في الوضع، بصح يعني راهي حره بالنسبه لبلد اخر اللي سيطروا عليهم، اللي يعني كما فرضوا عليهم التطبيع مع الكيان الصهيوني الان. ثانيا لتكون حره لازم يعني تكون ايضا تراقب وتتحكم في العمله تبعها. هذه هادو يعني كما نقولوا احنا
امرين اثنين يعني اساسيين، ما يعني لازم يكونوا عندهم متجامعين، ولا ما عندناش ما نقدروش نسمو روحنا بلاد حره ومستقله. الجزائر هي 75% حره، باقي لها ال 25 اللي باقيه هي تحكم ومراقبه كما نقولوا حنا الحريه ان تحكم العمله تبعها. والجزائر مره ثانيه نقولها باللي هاد القوه هذه قلعوها لنا في 91 ولما خاضوها يعني فرنسا هي اللي راح تمثلنا. لازم نرجعوها اولا، انا هذه هي رسالتي للحكومه الجزائريه، لازم ترجعوها، ترجعوا القوه تابع العمله الجزائريه، الدينار الجزائري فرنسا اللي حكمته، رجعوه الى البلد. وش معناتها رجعوه؟ معناتها انه الان حاليا الحكومه الجزائريه ماليا تعلن انه مثلا، يعني نعطيكم مثال، مثلا انه العمله الجزائريه تاعها ماهيش متركزه على الدولار كما دارها القايد احمد في 67. الصين عملتها، الصين الان اللي تكلمنا عليها احنا هي غادي نكملوا الكتله النقديه لاماس مونيتير دو مونيتري ماس. بلاد مستقله وحره تطبع اي مبلغ تابع المال اللي مطلوب في الاقتصاد، ماشي الاي ام اف، ماشي الورد بانك، البنك العالميه هي اللي تعطينا النقد. لازم نتفاهموا، غادي ندخل في الموضوع الثاني مباشره، انه الوضع المالي فيه فرق، فيه الدوره الداخليه وفيه الدوره الخارجيه. يعني الداخل عندنا زي مثلا في حالتنا احنا العمله تاعنا الجزائر، الحكومه الجزائريه، ونعاود نرجع لكم بسرعه الى لينكولن، ابراهام لينكولن هو اللي يتكلم عليها هذا الموضوع هذه، قال لهم باللي العمله لازم تكون مصدره مطبوعه من عند الحكومه فقط. ما يمكن انه البنك مركزيه يعني بنك خاصة هي اللي تطبع كما عاملينها الآن في Federal Reserve في أمريكا، يعني الاحتياط الفيدرالي ولا كذا، هذه كلهم هذو بنك روتشيلد، البنك المركزي الأوروبي مثلا حكمينو روتشيلد، كلهم يعني اللي نسموهم احنا السنترال بانك لي بانك سنترال في العالم حاكمينهم روتشيلد. والجزائر عملوها لنا في 91، فرضوها علينا هذه. يعني انتوما لازم تفهموا الجزائر عندها شو اسمها اون فرونسي لوتو سيفيزونس اليمونتير، وعلى اساس هي اللي كان في قبل الغزو الفرنسي هي اللي كانت ترسل الحبوب لفرنسا. كيف اليوم صرنا ما احنا نشرب من عند فرنسا؟ هذه ما انتم ما فكروا فيها، لا هذه سيطره، هذه فرضوا علينا. هم عارفين باللي بلد لما تكون عندها كما نقولوا احنا الحريه الذاتيه يعني للغذاء ما يمكن تسيطر عليها راهم يعني يفرضوا علينا ان نشتروا مثلا الغذاء تاعنا، الاكل من عند فرنسا، من عند كذا، من الخارج، ولي يسيطروا علينا في القرار السياسي. نرجعوا للموضوع تاع العملة. فيه عملتين اثنين فوق الأرض في التاريخ البشرية،